الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل يوم الثلاثاء. هذا هو برنامجكم برنامج صحة وسعادة، نرحب فيكم من خلاله كل يوم من أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 إلى الساعة 11 تقريبا صباحا. طبعا برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أصبح عليكم بالخير في هاليوم الجميل، وأذكركم قبل ما أذكركم أرقام التواصل، أذكركم أن نحن وصلنا تقريبا نصف الأسبوع، وتام إن شاء الله يوم على يوم الخميس آخر يوم في الأسبوع اللي الناس ترياه بلهفة عشان تدخل بعدين على جو نهاية الأسبوع وتجمعات العائلية. فصبح عليكم الخير ورحب بالطاقم الموجود معي اليوم في الإخراج ناصر السليمي، صباحك ورد يا ناصر، وفي التنسيق نجات، صباحك ورد يا نجات. طبعا محدثتكم دكتورة ندى الملا. اليوم محمود مو موجود معانا، إن شاء الله بيكون محمود اليوم موجود في المنتدى، منتدى الصحة العربي، عشان ينقلنا من هنا لقاءات أخبار كل جديد من منصة هيئة الصحة وبعض الأشياء الجديدة اللي موجودة في هذا المنتدى. مثل ما تعودتوا أول شيء أذكركم أرقام التواصل عشان تتواصلون معنا على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طبعا هاي قنوات تواصل، ترشونا اقتراحات، شكر، ملاحظة، أي اقتراح بسيط يكون عندك ممكن يسهم في تحسين القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. فصبح عليكم مرة ثالثة بالخير. ومثل ما تعودتوا دائما تكون عندنا أسمى الجناحي اللي هي مسؤولة عن التواصل الاجتماعي في فئة الصحة، فراح تعطينا كل جديد في قنوات التواصل الاجتماعي. فأسمى جاهزة عندنا؟ صباحك وردي يا أسمى. صباح نور دكتورة، أخبارك؟ الحمد لله بخير. أنت موجودة في المنتدى؟ موجودة في معرض الصحة العربي. ممتاز. ومدام أن محمود بنقول لكم بعض الأشياء، لكن أنا بقول لكم كل الأشياء اللي صارت معانا أمس واللي تكلمنا على أساس أن نحن راح نخبركم بعد الإعلان الرسمي لهذه الأشياء. ممتاز. أمس تشرفنا بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومن خلال تواجده معانا في المنصات أطلق برنامج ومبادرة. تم إطلاق مبادرة سالم للذكاء الاصطناعي في الأشعة، وراح يكون الذكاء الاصطناعي متواجد في كل مراكز اللياقة الطبية، وهذا راح يسرع الكثير ويخلي يعني الإجراءات تكون أسرع وأدق في المستقبل. ممتاز. في ناحية الأشعة والكشف عن الأمراض. غير تم إطلاق أيضا أنا صحة وسعادة تلفزيونية، ونحن ناشد الجميع أن يدخلون على تطبيق وقناة إلكترونية، قناة رقمية موجودة على الأب ستور. لو يدخلون الأب ستور يكتبون DHA ميديا راح يطلع لهم التلفزيون. ممتاز. يتابعون كل الأخبار الصحية، راح نحاول نحط لهم كل المعلومات الصحية اللي يحتاجونها وتكون معاهم على مدار الساعة. ممتاز جميل. نختمها بالرسالة الصباحية اللي هي تقول ها وقلت فيها إن أردت أن تكون أن يكون لديك الكثير من الإنجازات عليك، قبل ذلك أن تكون الرغبة والإصرار للحصول عليها. صحيح يا أسماء، صحيح. ودمتم صحة وسعادة. شكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد. نروح الحين لدراستنا. شو تقول دراسة اليوم؟ تقول للبدانة تأثيرات مخيفة على الأطفال. حذر بحث حديث من تأثيرات قاتلة للبدانة على الأطفال، مشيرا إلى أن 4 من بين كل 5 من طلاب المدارس البدناء تستمر معاناتهم مع الوزن الزائد طوال حياتهم. وطالب البحث الذي أجرته الكلية الملكية لأطباء الولادة وصحة الأطفال في بريطانيا بوضع قيود على الإعلان عن الأطعمة غير الصحية، وبمنع مطاعم الوجبات السريعة من افتتاح فروع إلى جوار المدارس. وقالت مديرة الكلية البروفيسورة نينا مودي أن هؤلاء الأطفال سيواجهون الشقاء عند بلوغهم وربما يموتون مبكرا. وتابعت إن 4 أخماس الأطفال البدناء
سيظلون بدناء طول حياتهم، وهذا سيقلل أعمار كل منهم بنحو 10 سنوات، وسيقلل أيضا فترة معيشتهم أصحى بنحو 20 عاما. وقالت أنهم سيقضون سنواتهم الأخيرة من الحياة يكافحون مشاكل القلب وأمراض أخرى مثل السكري، مشيرة إلى أن الآباء البدناء عادة ما ينجبون أطفالا بدناء لأنهم ينشأون وسط عادات غذائية ونمط حياة يصعب عليهم تغييره. طبعا مشكلة، أو أنا ما بسميها مشكلة، بسميها ظاهرة بدانة الأطفال، هي منتشرة وايد وقتنا الحالي، وتوقع معظمنا سواء كنا أولياء أمور أو حتى ما عندنا عيال نفهم سبب هذه الظاهرة ونعرف شو مشكلتها. السبب الرئيسي طبعا الأساسي هو نظام حياتنا اللي ممكن أقول عنه غير صحي. للأسف هالوقت الحالي الأطفال طبعا تحركهم حركتهم صارت وايد أقل. أنا ما بتكلم حين عن المدارس، في ما دائما يشكون المدارس تلقي حتصر رياضة البدنية وما يركزون عليها وايد، حين نتكلم عن بعد المدرسة. أنا أتكلم حين عن دور الأمهات والأبهات في المنزل بعد نهاية الدوام الدراسي. أنا ليش لما الطفل يرجع البيت أخليه ينكب على الواجبات، وبعد الواجبات يقعد على الجهاز أجهزة اللوحية، بعد هذا يصير ينام، وبعدين أقول أن طفلي صار بدين؟ ترى يا أمهات ويا أبهات في نقطة مهمة، مو شرط بعد الطفل يكون بدين عشان يكون غير صحي. يعني الأمهات دائما لما يكون الطفل شوي ضعيف تقولك لا ولدي ما عنده مشكلة فيقدر يأكل هو يبا، هاي نظرية خاطئة، لأنه ممكن تكون الطفل ضعيف ولكن عنده عرضة للإصابة بمشاكل صحية كثيرة بسبب نمط حياته إلا غير صحي. شو نمط الحياة غير الصحي؟ طبعا غير الحركة في البيت. الحركة لما نقصد احنا فيها ان على الأقل نص ساعة الى ساعة لربع يلعب في الحوي مثل ما احنا نقول، او في الحوش، او في يسمونه بهو المنزل، يعني يلعب برا، يمارس النشاط، ما يقعد. انت حطي ببالك انه خلال ساعات الدراسة 6 ساعات أو 7 ساعات هم قاعدين على المقعد، هم فعلا قاعدين على المقعد. فترة الاستراحة اللي هي الفسحة ممكن تكون 15 دقيقة أو 20 دقيقة، يمكن بعدها ما يقدر يمارس فيه نشاط حركي كافي. لما يرد البيت لا تخلهم بعد قاعدين قدام التلفزيون او الاجهزة اللوحية، طبعا الحجه شو؟ عشان يعني ما يسوون حشره وما يصدعون. هذا هالفكره ما نبغاها تكون عند الامهات. خليهم ينطلقون، اقعدي انت معاهم. في امهات تقول تشكى وتقول دكتوره لما انا اقول حق ولدي العب في الحوش ما يحب، يقول ما احب العب في الحوش. طبيعي اذا انت تبطلين الباب بتقولي يصير العب في الحوش وانت ياسه داخل. اقعدوا معاهم برا، حسسوهم ان وجودهم في الحوش مو بالزامي، مو بواجب، مو بشي لازم يسوونه، انه هو جزء من استمتاعهم باليوم كعائلة. اقعدي انت وعيالك برا في الحوش، اقعدي معاهم مع ابو العيال، اقعدوا شاي وقهوة وخليهم ينطلقون يلعبون كرة قدم. العبي معاهم انت شوية كرة قدم، حركة لك وحركة وبركة لعيالك ايضا. طبعا ها بالنسبة لنشاط رياضي. لو ينا عند الاكل، طبعا الدراسة كانت تقول، خلونا نرجع للدراسة، ان من ضمن الاشياء اللي ناويين يسوونها ان تمنع مطاعم الوجبات السريعة من افتتاح فروع بجانب المدرسة. وهذا طبعا واقع احنا نشوفه كثير من المدارس على طول جنبها محطة او مكان فيه يقدم وجبات سريعة. طبعا هذه خلي اسهل مو بس للطفل، حتى كولي امر انه يتوجه هناك وياكل. ما عليه، احنا ما نقول احرموه 100% لان هذا الشيء ممكن يكون في غير استطاعة ولي الامر، خصوصا مع وجود اعلانات المتاجر الوجبات السريعة. قولهم نتفق مرة في الاسبوع ممكن ناخذ الوجبة السريعة اللي انت تباها، ولكن في المقابل باقي الاسبوع نتفق على وجبات لا تحسسهم انها صح. يعني انا لما اقول الطفل هذا غير صحي وهذا صحي راح يعاند وراح ياكل غير صحي، لا نحسسهم بهذا، ندخلهم في نظام حياة، نظام غذائهم اليومي من غير ما يحسون. ابسط شيء الطفل دائما اريد واقول يباله مسايس. ماما انت لو كلت بيض راح تكبر عقلك، راح يكبر، راح تستوي اذكى، راح تستوي اشطر طفل في المدرسه بهذا المسايس. والطفل دائما عنده حب انه يكون افضل وانه يكون رقم واحد وانه دائما يفوز. اطفالنا دائما عندهم هذا الشيء. فنشدد الله يخليكم في موضوع الاكل، وانا تاخرت على الفاصل، فبعد الفاصل ان شاء الله راح يكون عندنا موضوع جميل، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم أولا أرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. في عندنا مشاركة من أميرة على الانستغرام تقول المشروبات الغازية بالإضافة إلى الأطعمة السريعة السبب الرئيسي لبدانة الأطفال بالإضافة إلى العصائر. أنا أأيد جدا 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 يا أميرة، خصوصا العصائر في هذا
الزمن الأطفال صاروا يستهلكون العصائر بكميات هائلة. العصائر الأمهات أحيانا كثيرا ما ينتبهون أن العصير نفسه غني بالسكريات، فنقلل كميته للأطفال واستبدله بالحليب. حليب الشوكولاتة حتى على الأقل يستفيد من الكالسيوم الموجود في الحليب، ولكن العصائر تكون كلها منكهات صناعية وكلها مواد حافظة. الحين ننتقل للموضوع الرئيسي لحلقتنا. حرصت هيئة الصحة بدبي هذا العام على المشاركة المتميزة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي من خلال استعراض حزمة من تقنياتها وخدماتها المبتكرة في المعرض الذي يعد أكبر معرض تجاري في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثاني أكبر معرض ومؤتمر على مستوى العالم، حيث يقدم فرصة مثالية لتبادل الابتكارات، التقنيات والتنمية والأفكار الجديدة تحت سقف واحد. بننتقل الحين في بث مباشر إلى مركز دبي التجاري العالمي مع الزميل محمود يوسف اللي بينقلنا من قلب الحدث. صباحك ورد يا محمود. محمود؟ هلا هلا، صباحك ورد. أهلين. شو عندك جديد من مؤتمر ومعرض الصحة العربي؟ دكتورة شيف حاتة، سامحيني ما كنت سمعت، صباحك الله بالخير. صباحك ورد. محمود يسلم على الناس وأنا على معه على الخط. حياك الله يا محمود. سامحيني دكتورة. تفضل تفضل. أعزائي المستمعين، يعني ما زلنا نتواجد ضمن مشاركة صحة دبي خلال معرض ومؤتمر صحة العرب 2018. طبعا بالأمس تشرفنا بإطلاق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة إطلاق وتدشين قناة صحة وسعادة، هذه القناة التلفزيونية المتخصصة لهيئة الصحة بدبي واللي موجودة تحت مسمى DHATV، أو من خلال الجمهور ممكن ينزلون القناة من خلال المنصات الإلكترونية اللي هي جوجل بلاي، ولا من خلال الأبل ستور على الاسم DHA Media بيحصلون البلاتفورم هذه القناة. طبعا القناة هذه تعد إضافة جديدة للمحتوى الإعلامي المتخصص، تنطلق به الهيئة من الجمهور المحلي والعربي، وأيضا هي قناة تفاعلية مفتوحة على المجتمع والعالم. نركز من خلال هذه القناة على الاهتمامات اللي نسعى لها في مجمل القضايا الصحية وتنمية الوعي والتثقيف الصحي. أيضا بتكون عندنا أهداف نسعى إلى تحقيقها، هي الأهداف المعززة لتطور العلوم الطبية الأكاديمية، الممارسات المهنية، والكثير من الأمور التخصصية المعنية بالابتكارات الطبية، الإبداعات والذكاء الاصطناعي. طبعا اللهم لك الحمد، يعني من خلال تدشين هذه القناة بدت البرامج التفاعلية مع الجمهور، والجمهور ممكن يطلعون على هذه القناة. هذا نحن نتكلم هنا دكتورة عن يعني مستقبل الإعلام، مستقبل الإعلام الجديد اللي راح نطلع فيه من خلال الشاشة التلفزيون اللي نعرفها إلى العالم الافتراضي وعالم الشبكات الإلكترونية، وأيضا من خلال هذه الشاشة الصغيرة اللي في يد كل واحد فينا، شاشة التلفون. صحيح. طيب أيضا دكتورة، البارحة بعد كذلك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لما زار منصة صحة دبي يعني تعرف على تفاصيل المشاريع والمبادرات التطويرية اللي تعرضها الهيئة، والأهداف المتصلة باستراتيجية دبي ورؤيتها، وأيضا استمع إلى العديد من المسؤولين والمختصين والأطباء لشرح مفصل عن كل مشروع والمبادرات اللي تسعى أهدافها لتعزيز نمط الحياة الصحي في إمارة دبي. نعم. أيضا من يعني الأماكن اللي المميزة هنا عندنا في هذه المشاركة ركن التطبيقات الذكية. أنا أعرف عندك فاصل بعد دقيقة. نعم. فأنا يعني إذا تسمحي لي دكتورة، لأن هني بقابل مجموعة من الدكاترة وأيضا
عندي الأستاذ وليد الظهوري بعد مدير التطبيق، أبغى أركز على هذا الركن لأنه ركن جميل جدا. فإذا تبغي تطلعين الفاصل اطلعي وارجعي لي على كيفك. من ناصر يقول لك أعطيك أربع دقائق، أربع خمس دقائق بيعطيك. أربع دقائق إن شاء الله. أكثر أبغي، أنا أبغي تقريبا عشر دقائق نتحدث، لأن بالفعل هناك الكثير من الأمور اللي نبغي الجمهور يطلعون عليها. خلاص عندنا دكتورة. نعم. إذا عندك أي سؤال على القناة التلفزيونية، لأن أنت أحد نجوم هذه القناة إن شاء الله بتكونين، وأيضا دكتورة بدرية الحرمي والعديد من الدكاترة اللي عندهم الكثير من البرامج في هذه القناة. محمود أنت بس تذكرهم كيف ممكن يسوون داونلود القناة وشو أهم المواضيع اللي بتطرح في هالقناة. طيب مثل ما ذكرنا دكتورة، الأهم المواضيع اللي تتعلق بكل مجمل القضايا الصحية في كل التخصصات راح تطرح في هذه القناة. كيف يسوون داونلود؟ بعد قلنا DHA Media، القناة DHA Media، بتحصلون على المتاجر الإلكترونية، المتاجر الخاصة بالهواتف الذكية. القناة أوردي تقريبا الآن شغالة، ونحن عندنا بس حي ايضا حاطين شاشه خاصه لهذه القناه لزوار المعرض، معرض ومؤتمر صحه العرب 2018، ممكن ان يطلعون على ابرز البرامج اللي تعرض حاليا. يعني بدينا بهذه القناه باللغه العربيه، ان شاء الله يعني نقدر نوصل لاكبر عدد واكبر شريحه وعدد كبير من اللغات. هي الفكرة يعني أطلقها معالي حميد محمد الزطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، من منطلق أن مثل هذه المنصات تجسد الرؤية الاستراتيجية للقطاع الصحي لدولة الإمارات العربية المتحدة. لما كنا نتحدث أن لما وجه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة أن نفعل برامج الوقاية المجتمعية، فهذه أحد المشاريع الرئيسية لتحقيق هذه الاستراتيجية اللي تسعى لها جميع الجهات المسؤولة، الجهات الصحية المسؤولة عن يعني عن حماية المجتمع وأمن المجتمع الصحي وتعزيز كل البرامج اللي تساهم في يعني وقاية المجتمع من العديد من الأمراض. صحيح صحيح محمود، شاكر لك محمود هالنقل الحي، وإن شاء الله بعد الفاصل نرجع نتواصل وياك عشان تعطينا لقاءات مع ضيوفك الموجودين في منتدى معرض الصحة العربي. يعطيك العافية يا محمود. فإحنا أعزائي المستمعين رح نطلع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله رح نطلع في بث، رح يكون عندنا بث مباشر من قلب الحدث، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودة لايف موجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. نرجع مرة أخرى لمعرض ومؤتمر الصحة العربي، الزميل محمود يوسف موجود هناك عشان يعطينا بعض اللقاءات مع الضيوف. محمود تفضل. حياكم الله مرة ثانية مستمعين الكرام، وشكرا للدكتور ندى. طبعا أنا موجود حاليا في منصة هيئة الصحة بدبي المشاركة في معرض ومؤتمر صحة العرب، هذا المعرض الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم. في هذه المشاركة، من خلال مشاركة هيئة الصحة في هذه السنة، في عندنا ركن خاص للتطبيقات الذكية، معايا هني الأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة بدبي. وليد صباحك الله بالخير، ويعني خلنا ناخذ جولة سريعة على أهم التطبيقات اللي حاطينها وتستعرضونها للجمهور من خلال هذه المشاركة. السلام عليكم، أولا صباح الخير. طبيعة مشاركة هيئة الصحة بدبي اليوم هو من أكبر المعارض ما تدري، فالهدف المشاركة هو نقل تجربة هيئة الصحة بدبي على المستوى العالمي والمستوى العربي، ونفس الشيء بعد الاستماع لملاحظات الجمهور بالنسبة لخدمات الهيئة ما يخدم مصلحتهم أولا وأخيرا في هدف تطوير خدماتنا نحن في الهيئة. وهذا شيء يعني الملاحظات هذه قيمة كثيرة، ونحن نأخذها بعين الاعتبار ونعمل على إن شاء الله
لتطوير تطبيقاتنا بناء على الملاحظات هذه. وطبيعة مشاركتنا السنة هذه في تطبيقاتنا نحن تطبيقات الذكية طفلي حياتي وصحتي. طفلي هو طبعا تطبيق للعائلة للأب والأم، أكثر شيء يساعد الأم خلال فترة الحمل، إرشاد الدليل الإرشادي قبل فترة الحمل شو الأشياء الأم لازم تسويها خلال فترة الحمل خطوة خطوة يأخذها، وبعد فترة بعد ما تربي إن شاء الله يكون الطفل 5 سنوات يقول له شو مراحل نمو الطفل من ناحية الرضاعة من ناحية الأعراض اللي تمر فيها الأم. وطبعا كل المحتوى هذا صوروا عليه دكاترة هيئة الصحة كمحتوى عربي وإنجليزي ومعتمد ومشرف عليه من هيئة الصحة بشكل كامل. احنا نحن تطبيق حياتي، تطبيق حياتي هو لتجنب مرض السكري وبعد نفس الوقت لمرض السكري، في مقالات في فيديوهات في خصائص في التطبيق نفسه، تسجيل القراءات قبل وبعد كل وجبة عشان ينبه الشخص هل السكري عندك نازل مرتفع هل هو مستوى جيد، وبعدين يذكر بالأدوية اللي لازم يأخذها عشان انه بعدين لا سمح الله حب إعادة تأبئة يراجع الهيئة. وعندنا نحن تطبيقنا الثالث وتطبيق صحتي وتطبيق يسمونه بالمصطلح الطبي الملف الصحي الإلكتروني. من خلال التطبيق هذا يقدر المريض يتابع حالته الصحية، يشوف تقرير بعد زيارة كل طبيب شو الأدوية اللي ينصحها، متابعة مواعيده، بعد نفس الوقت لو هو يدور على تخصص معين في دبي من ناحية حتى عيادات مستشفيات الهيئة وغير القطاع الخاص بعد كذلك العيادات الخاصة. بعد من خلاله في مزيد في خصائص كثيرة. وحاليا بس انا احب انبه نقطه واحده، في عندنا نحن ملاحظه وصلنا بخصوص نتائج المختبر. انا باكد ان لازم الشخص هذا لازم يصير اول شيء للعياده بيعطون الرمز السري، من خلال الرمز السري هذا يدخل على موقع الهيئه ويسجل ويفعل خاصيه اسمها ماي تشارت اساس انه يحصل نتائج المختبر في تطبيق صحته، وهذه لازم يكون موجود في المركز الصحي التابع له والعياده اللي بيزورها. صح صح نعم. شكرا لك استاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات المؤسسيه في هيئه الصحه بدبي. دكتور انا في تطبيق من التطبيقات اللي انا اعزه واحبه وانصح الجميع انهم ينزلون هذا التطبيق، عرفتي شو هو دكتوره؟ اكيد دمي. صح صحيح، تطبيق دمي. ومعي هني الدكتوره ميرو، سالت سؤال اذا عرفتي التطبيق اللي انا اتكلم عنه قالت لي اكيد دمي. دكتورة مي، أول شيء يعني تطبيق مميز، تطبيق حقق الكثير من يعني الإضافة على للمتبرعين بالدم، فخلينا نأخذ فكرة سريعة عن هذا التطبيق وشو اللي تعرضونه هنا خلال مؤتمر صحة العرب. صباح الخير ومشكورين طبعا على هذه التغطية. تطبيق دمي يعرض في منصة هيئة الصحة في دبي هذا العام، وهو تطبيق ذكي ومبتكر ونفتخر به أنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. يتيح التطبيق كثير من الخدمات للشخص اللي ينزل التطبيق، موجود باللغة العربية والإنجليزية على الأبل والأندرويد، ويعطي كثير من المعلومات للجمهور بصورة عامة عن فوائد التبرع بالدم، شروط التبرع بالدم، وين يروح الدم بعد أن يتبرع به المتبرع بالدم، شو البطاقات اللي يوفرها مركز دبي للتبرع بالدم للمتبرعين ويشجعهم على الاستمرار بالتبرع بالدم. هذا بالإضافة لأن الشخص اللي يرغب بالتبرع بالدم ويقصر من الإجراءات بإجراء جزء من العملية في بيته أو في مكتبه أو في أي مكان يكون موجود به خارج المركز، فيستطيع أنه يعبي الاستبيان ويدخل بياناته ويجيب على الأسئلة الخاصة بالتبرع بالدم، وبعد هذا يبعث الاستبيان والنظام يعطيه رمز كودي ويوجهه لإكمال عملية التبرع بالدم في مركز التبرع بالدم. حين يجينا للمركز يتم قراءة هذا الرمز الكودي، وفي ثواني تنتقل جميع المعلومات من الهاتف المحمول إلى النظام الموجود أدنى في المركز، وهذا طبعا يقصر من رحلة المتبرع بالدم بفترة بين 15 إلى 20 دقيقة، وطبعا هذه تكسب من رضا المتعاملين وتزيد من سعادتهم لأنه يستطيعون أن يعملون عمل إنساني تطوعي يساهم في إنقاذ حياة المرضى وبوقت أفضل. جميل. أنا عايبني دكتور أن نسوين هنا مثل اللوحة هذه اللي هي قبل التبرع بالدم، هي رحلة التبرع بالدم في دقيقتين تسجيل التبرع عبر التطبيق،
نعم. 10 دقائق قراءة المعلومات التعليمية وتعبئة الاستبيان. نعم. 20 دقيقة عينة الدم والفحص الطبي. هذا طبعا التبرع بالصفائح الدموية. لو نشوف التبرع بالدم الكامل. نعم. فكثير قطرة الإجراءات لأنه طبعا في المركز أيضا. و15 دقيقة يعني بس تفرق ما بين الصفائح الدموية. نعم. 50 دقيقة تأخذ هذه 15 دقيقة. نعم. وبعد 10 دقائق راحة وتناول المرطبات. ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لدكتور. شكرا لك. الله يسلمك. رؤوف مدير مركز التبرع بالدم في هيئة الصحة بدبي. طبعا هنالك الكثير من المشاركات الأخرى دكتورة. صحيح. من خلال تواجدنا في منصة الصحة نخليها للأيام القادمة بإذن الله إن شاء الله. عندك أي سؤال أو أي استفسار دكتورة؟ تعطينا محمود شيء مميز شفت اليوم في منصة هيئة الصحة هناك في المنتدى. أنا تشجع الناس أن يسيرون. أي شوفي المعرض يعرض آخر التكنولوجيات والاختراعات والاستخدامات الطبية بشكل عام في العالم كله. معظم الشركات العالمية قاعدة تعرض كل الأشياء اللي موجودة للواحد ممكن هذا. لكن يعني عندنا أنا من الأشياء المميزة اللي أنصح الناس يجون يشوفونه اللي هو نظام سالم AI وهو نظام الذكاء الاصطناعي. يعني شغلة جميلة ممكن يشوفونها في منصة هيئة الصحة بدبي. يعني وغيرها من الكثير. أنا ملاحظ أن الكثير من الشركات مركزة على مسألة الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية وتطوير المجتمعات لتحقيق الرفاهية الصحية اللي تسعى لها كل البلدان تقريبا. ممتاز. فهذا اللي قاعدين نشوفه هني دكتورة. وهذه دعوة نقدمها للجميع لزيارة هذا المؤتمر والمعرض اللي في الحقيقة يعني يقدم الكثير من الأمور اللي ممكن أن يعني يطلعون عليها ويأخذون معلومات موثقة وكبيرة في زيارتهم لهذا المعرض. ممتاز. أنا شاكرة لك زميلي محمود يوسف نقل البث الحي المباشر من معرض ومؤتمر الصحة العربي. شاكرة لك. شكرا. وطبعا دعوة للجميع أن يصيرون يحضرون المؤتمر لأن فعلا المعرض المصاحب له في أحدث التكنولوجيا في مجال الصحة. من معرض ومؤتمر الصحة العربي بننتقل إلى مؤتمر آخر وهو المؤتمر الثالث لجراحة المناظير النسائية. تنطلق يوم الجمعة المقبل فعاليات المؤتمر الثالث لجراحة المناظير النسائية أندو دبي بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والمتخصصين في مجال جراحة مناظير وأمراض النساء المختلفة لتسليط الضوء على آخر المستجدات العالمية في علاجات انتباذ بطانة الرحم أو مرض بطانة الرحم المهاجرة اللي يعاني منها أكثر من 10% من النساء في العالم. بنتكلم عن هالمؤتمر وتفاصيله معانا الدكتورة منى تهلك استشاري أمراض النساء والولادة والمدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال. صباحك ورد دكتورة منى. مرحبا. صباح الخير دكتورة. كيف حالك؟ خير الله يسلمك. أول شيء يعطيكم ألف عافية على جهودكم في مستشفى لطيفة أنت وطبعا كادر كامل في مستشفى لطيفة. الله يعافيك حبيبتي هذا واجبنا. الله يسلمك. دكتورة منى تعطينا أول شيء فكرة عامة عن هذا المؤتمر. شو أهمية هالمؤتمر؟ شو كم يوم بيستمر وكم عدد المشاركين؟ إن شاء الله. المؤتمر هذا دكتورة من أهم المؤتمرات. إحنا حين ما شاء الله في السنة الثالثة من هذا المؤتمر. يعني كان عندنا واحد في 2017 و2016. السنة عدد المشاركين زاد عن 500 مشارك. العام كان عندنا تقريبا 200 وصلنا 200 لكن السنة ما شاء الله العدد فوق 500 مشارك وفوق 60 متخصص عالمي في متخصصين في مجال أمراض النساء وخاصة في مجال المناظير وجراحة المناظير الجراحية للنساء والأمراض اللي هاي كلها ممكن تتعالج عن طريق المينيمالي انفيزيف سيرجري اللي هي طريقة المناظير. نعم. لأن أنت تعرفين اليوم الستاندرد أوف كير خلاص ما صار هو فتح بطن.
لكن صحيح. كلا بالمنظار، يعني نعالج السرطانات، نعالج أعقد الحالات في أمراض النساء عن طريق جراحة المناظير. صحيح. ففي هذا المؤتمر اللي بيكون إن شاء الله مدة 3 أيام، 1 و2 و3 فبراير، يوم الخميس القادم والجمعة والسبت إن شاء الله تعالى، في كلية محمد بن راشد للعلوم الطبية، بيعرف أحدث الأبحاث وأحدث الطرق والتقنيات في علاج هذه المشاكل عن طريقة عن طريق جراحة المناظير. يعني بيونك الخبراء والأكسبرتس اللي بيقولون لك، تعرفين يعني هم مثلا طرقهم هم في كيف هم يتغلبون على الصعوبات، وكيف مثلا تنجح عملياتهم، وبتكون في بعد ورش عمل وفرصة للتدريب العملي على تقنية جراحة المناظير والحلول المبتكرة في جراحة المناظر المهبلي واستئصال الرحم بالمنظار. ممتاز. دكتورة منى، شو عدد المتحدثين اللي بيحضرون، ومن وين هالمتحدثين؟ عندنا فوق 60 متخصص أو متحدث، كلهم يعني دكاترة وجراحين بيجون من مختلف أنحاء العالم. عندنا بيوم من فرنسا، من بريطانيا، من الولايات المتحدة، البرازيل، بلجيكا، إيطاليا، الدول العربية. بصراحة يعني الفرايتي وايد هذا موجود، ولأن ماخذين احنا مثل ما تقولين افضل الناس في مجالهم وجايين. وطبعا عندنا تدرين احنا في مستشفى لطيفة البروفيسور أرنو واتيه اللي هو رئيس قسم امراض النساء، روحه ما شاء الله بعد بايونير في هالمجال، يعني احد العمالقة في مجال جراحة المناظير النسائية. فهو الساينتيفيك تشير، والدعوة منه يعني كانت لكل هذيل الخبراء والمتخصصين انهم يكونوا موجودين ان شاء الله. ممتاز. هل بيكون في معرض مصاحب لهالمؤتمر؟ نعم، في معرض طبعا شركات تعرفين اللي متخصصين في هالجراحات، وبيكونون متواجدين وبيعرضون كذلك افضل او احدث تقنياتهم. ففي نعم في معرض كذلك. ممتاز. دكتورة منى، احنا ذكرنا ان احد المحاور اتوقع اللي بيعرضها المنتدى اللي هو عن علاجات انتباذ بطانة الرحم، او اللي يسمى ببطانة الرحم المهاجرة. فممكن تعطين بس فكرة بسيطة عن شو هو هذا المرض، وشو الاعراض مثلا تكون عند النساء، وشو العلاجات الحديثة في مجال هذا المرض؟ هذا المرض مثل ما تفضلتي دكتورة ندى، تقريبا 10% من النساء يعني يعانون من هذا المرض. مرض مزمن جدا ومتعب يعني بشكل ما تتخيلينه، من أعقد الأمراض اللي احنا نعالجها في تخصصنا. يوم كامل بيكون عن هذا المرض، بيتكلمون من ناحية التشخيص، العلاج الطبي، العلاج بالجراحي، شو أحدث الأشياء اللي توصلنا له، وبيكون وهذين مثل ما قلت لك يعني بيكونون الخبراء اللي طول عمرهم عالجوا هذا المرض، يعني يايينج بخبرة 20 سنة، 25 سنة في علاجهم لهذا المرض، وين توصل العلم اليوم وأحدث الأبحاث في هذا المرض. احنا طبعا في دبي وفي المستشفى، في مستشفى لطيفة مركز متخصص عندنا للإندوميتريوسيس اللي هو بطانة الرحم المهاجرة. ونشوف يعني حالات كثيرة كثيرة، وحالات كثيرة حتى تتحول للعمليات. عادة المرأة يعني مثلا يمكن الأعراض تأخذ لها وقت لما تبين أو تزيد عندها وأنها توصل للطبيب، هي تبدأ تدرين آلام الدورة. اللي أكثر حريمنا وبناتنا يتحسبون أن الآلام هاي مثلا عادية، لكنها تكون أكثر من اللي هو المفروض. يعني مثلا يوم وحدة تغيب عن شغلها، تغيب عن المدرسة، تحتاج تسير المستشفى يعطونها مسكنات، هذا مو طبيعي. صحيح. أبدا مو طبيعي، تعرفين. فهاي هي الأعراض اللي هي تكون في البداية، وإذا ما راجعت في البداية ممكن مثلا تزيد وبعدين تصير عندها الأكياس اللي هي تكون أكياس بطانة الرحم المهاجرة، الصفاقات،
لا قدر الله ممكن حتى هذا المرض يوصل للقولون للمثانة ومضاعفاته كثيرة جدا. صحيح دكتورة منى، غير عن بطانة الرحم المهاجرة، شو أبرز أو أكثر الحالات اللي تزور مستشفى لطيفة من المشاكل النسائية؟ الأمراض النسائية اليوم إحنا ما شاء الله يعني نغطي كل المجالات تقريبا. عندنا المشاكل اللي تعاني منها بعض الحريم اللي هي النزول في الرحم أو في المثانة، سلس البول أو إنه ما يكون عندها الكنترول. زين، هاي كلها بعد يجونا هالحالات ونعالجهم. وكذلك سرطانات اللي عند الحريم. نعم. مثلا في المبيض أو الرحم أو عنق الرحم. كذلك يجونا ونسوي لهم العلاج الجراحي، وبعدين يتحولون على مثلا مستشفى دبي حق العلاج الكيميائي أو الريديشن. ممتاز. دكتورة منى، أنت ذكرتي عن سرطان عنق الرحم، فبس نصيحة بخصوص أهمية الكشف المبكر. احنا كان عندنا حلقة ولكن نشدد على الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. أكيد، يعني المفروض كل وحدة متزوجة لازم تسوي مسحة عنق الرحم عن الخلايا اللي ممكن تتغير كوقاية عن سرطان عنق الرحم. الحين الجايد لاينز كلها تقول ان كل 3 سنوات المفروض تسوي، واذا كانت طبيعيه تستمر على هالطريقه. وطبعا الوقايه قبل الزواج اللي هو انها تاخذ الفاكسين التطعيم. اليوم احنا نتكلم عن تطعيم متوفر للوقايه من سرطان عنق الرحم. فالمفروض الوحدة قبل لا تتزوج تأخذ هذا التطعيم، وبعد الزواج لازم 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 الفحص الدوري، ما بس يوم أنها تحمل، ما بيوم عندها مشكلة، لكن المفروض سنويا تراجع طبيبة النساء والولادة، وكل 3 سنوات على الأقل تسوي مسحة عنق الرحم. ممتاز. دكتورة منى، كلمة أخيرة لمستمعينا. نحب طبعا نقول لكم ان يعني تشرفونا ان شاء الله في المؤتمر، واتمنى ان ان شاء الله تكون فيها توصيات يعني جدا ممتازه باذن الله. وهذا المؤتمر بيفيد اكيد، ما بس يعني دبي والامارات، لكن اليوم عندنا جايين من العالم حتى الحضور. على فكره دكتوره، يعني عندنا يمكن فوق مثل 500 أبوف 500 الحضور، منهم 130 جايين من روسيا فقط. ممتاز. هي فحتى بيكون يعني ترجمة خاصة لهم. فاليوم احنا نستقطب ناس من دول العالم عشان تحضر هالمؤتمرات المتميزة. فنتمنى ان شاء الله التوفيق يا رب ان شاء الله. بس نذكرهم بتاريخ ومكان المؤتمر، من 1 إلى 3 فبراير في كلية محمد بن راشد للعلوم الطبية. ممتاز ممتاز. شاكرا لك دكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة. شاكرا لك ونهارك سعيد. العفو حبيبتي. احنا طبعا سمعتوا عن المؤتمر الجميل ذكرت الدكتورة منى تهلك، وهالفترة فيه كثير من المؤتمرات. عندنا مؤتمر الصحة العربية، عندنا مؤتمر لجراحة المناظير النسائية. فهالمؤتمرات تثري المجال الطبي في دبي وفي الإمارات، وحتى تعتبر نقطة لإثراء المعلومات للأطباء من جميع أنحاء العالم. مثل ما سمعت الدكتورة منى تقول إن في ناس بيجون من روسيا ومن دول العالم لحضور هالمؤتمرات، لأن المؤتمرات اللي تقام في دبي وفي الإمارات بشكل عام لها وزن، فيها متحدثين خبراء من جميع أنحاء العالم يتكلمون عن أحدث ما توصل إليه الطب في مختلف المجالات. فطبعا هذه دعوة للجميع، حتى لو ما كنتم من الطاقم الطبي ممكن تحضرون تأخذون معلومات، تحضرون معرض المصاحب لمثل هالمؤتمرات. بس أقرأ كمان رسالة على الانستغرام. دكتورة الحين خلاص استوديو متروس بكتيريا وفيروسات، ليش لابسة بالطو؟ صح، أنا اليوم مفروض ما كنت ألبس بالطو، بس لأن زميلي محمود بيوم معاي فما بعادي حد، يعني أنا لابسة البالطو. مفروض صح ما أجيب، مفروض ما أجيب البالطو عشان ما ننقل جراثيم اللي موجودة في المنشآت الصحية. فإن شاء الله نحاول كثر ما نقدر ما نحضر بالبالطو. صباحكم الخير، صباحك ورد أخوي. إحنا وصلنا لنهاية برنامجكم، برنامج صحة
وسعادة. أذكركم منتدى الصحة العربي لا زال مستمر إن شاء الله إلى الخميس، فأي حد قريب من مركز دبي التجاري يتوجه هناك ويشوف المعرض المصاحب وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الطب. فإحنا نسلم عليكم الحين، وأشكر الطاقم معي ناصر السليمي يعطيك ألف عافية، ومنسقة معي نجاة، وكانت محدثتكم دكتورة ندى الملا. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الغد، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.